الميدان، والتسديده مباغته وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الاهلي. كانت كوره مباغته جدا، لوب يرفع الكوره بالحارس الزوبي. التوقيت 31 دقيقه لعب في زمن الشوط الثاني. فرحه كبيره جدا في جماهير الاهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق. 1-1 في الاعاده، سنستفيد من صاحب هدف التعادل. وائل جمعه يخرج الكوره، ترجع من الدفاع وليد عزيز.